ومن جيروزاليم بوست من المستبعد أن تعطل العمليات الإرهابية العملية السياسية والاستفتاء على الدستور في إطار ما هو مطار أيضا يعني في الشارع المصري. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه المحاولات التخريبية والإرهابية التي تقوم بها بعض العناصر المؤيدة للرئيس المعزول أو المنتمية لتنظيم الإخوان والقوى التي تنسق معهم في العمل أو التي تلتقي معهم في الأهداف وأجندات السياسة الخاصة بهم في إرادة المصريين؟ إلى أي مدى يمكن أن يؤثروا في إرادة المصريين وفي رغبة وحرص المصريين على المشاركة بقوة في الاستفتاء على الدستور؟ هي الزاوية الأولى في تقرير الصحيفة الإسرائيلية الجيروزاليم بوست هو أنه مسألة أنه دي تاني تفجير في أسبوع واحد ضد مباني أمنية أو مخابراتية في مصر. الزاوية الثانية أنه بيرى أنه كل هذه المحاولات لتعطيل خريطة الطريق وتعطيل الاستفتاء لن تنجح. الزاوية الثالثة مهتمة بها الصحيفة الإسرائيلية هي مدى إمكانية تأثير اتساع نطاق الهجمات في منطقة الدلتا واقترابها من القاهرة على المشهد السياسي في مصر، وترى أنه ربما رغم أنه الشرطة المصرية خسرت أكثر من 350 عنصر قوات الجيش والشرطة في الفترة الماضية منذ يوليو الماضي، إلا أنه القوات الشرطة والجيش في مصر صامدة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية وتسعى بقوة إلى فرض النظام في الدولة بشكل عام. أنه الأمر الآخر أنه هناك كلام عن تأثير مثلا الهروب قيادات الإخوان في الفترة الحالية. احنا عارفين انه الدكتور عمرو دراج ومحمد علي بشر في انباء انهم هربوا الى السودان، هناك غادات اخرى خرجت والصحيفه شافها. اعتقد مش الدكتور محمد علي بشر، الدكتور عمرو دراج في الصحف المصريه اشارت الى انه في السودان. مصادر قالت انه خرج الى او هرب الى السودان ومنها الى اسطنبول في تركيا. ده بالنسبه للدكتور عمرو دراج. واشاروا الى وزير الاعلام السابق صلاح عبد المقصود والى قيادي اخر من تنظيم الاخوان انهم في السودان حاليا او وصلوا بالفعل عبر الجنوب المصري الى الاراضي السودانيه، بينما دكتور محمد علي بشر وفقا لما ورد في الصحف المصرية موقفه مختلف، وقيل انه ابلغ بضرورة التزامه بعدم المشاركة في اي نشاط سياسي او انه اشبه بحالة يعني انه في ما يشبه الاقامة الجبرية. هي تقرير الصحيفة هنا بيشير الى انه ربما تكون الجماعة بصدد تغيير الاستراتيجية والاعتماد على ادارة المعارضة للسلطة الحالية في مصر من الخارج بشكل اكبر من ذي قبل. نعم.